بعد الإعلان عن إلغاء مباراة سبهان الإيراني واتحاد جدة السعودي في دوري أبطال آسيا وما صاحبه من ضجيج في الوسط الرياضي وخارجه، وضع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حداً للجدل الذي أثير حول الواقعة، مؤكداً أن العلاقات بين طهران والرياض تسير في الاتجاه الصحيح. وزير خارجية إيران وفي أول تصريح له حول حادثة المباراة التي كانت مقررة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، قال إن السعودية وإيران اتفقتا على إعادة برمجة اللقاء في وقت متفق عليه بين الطرفين. أود أن يعلم شعبنا الموقر أنني ووزير الخارجية السعودي كنا على اتصال مباشر. العلاقات بين طهران والرياض تسير قدما في الاتجاه الصحيح، ويجب ألا نسمح بأن تتحول الرياضة إلى أداة سياسية في يد أي طرف. نطالب الاتحاد الآسيوي بالحكم على هذه الحادثة بناء على أساس فني. هناك اتفاق بيننا وبين السعودية على أن تتم إعادة برمجة هذه المباراة لتقام في موعد متفق عليه بين الطرفين. وكان لقاء سبهان الإيراني واتحاد جدة السعودي قد ألغي من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب ما أسماها ظروفا غير متوقعة. جاء ذلك بعدما قرر لاعب اتحاد جدة عدم النزول لأرضية الميدان ولعب المواجهة، ليأمر مراقب المباراة بإلغائها بعد تأخرها لأكثر من 45 دقيقة. وفي انتظار القرار النهائي بشأن الحادثة، سواء بتحديد موعد جديد للمباراة أو اعتبار أحد الفريقين منسحبا من قبل الاتحاد الآسيوي، تصريح وزير خارجية إيران يؤكد وفق مراقبين أن مسار تطبيع العلاقات المتسارع وتناسي 7 سنوات من القطيعة بين الرياض وطهران أكبر من أن تعرقله مباراة في كرة القدم.